وضع استعداد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح للاستقالة أمام البرلمان العراقي صدم الأوساط السياسية والشعبية التي كانت تنتظر منه تكليف رئيس وزراء للمرحلة الانتقالية، إلا أن المحتجين في ساحة التحرير وساحات احتجاج أخرى ثمنوا ما قام به الرئيس العراقي، والذي جاء ردا على ضغوط الأحزاب معتبرين إياه فعلا وطنيا، وأن الرئيس أثبت فعلا وقولا إنه حامي الدستور. المحتجون عدوا خطوة رئيس الجمهورية هذه بالخطوة الصحيحة لردع الأحزاب التي تحاول الاستيلاء على الحكم في البلاد. إن ما قام به الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق هو عين الصواب، لأن رئيس الجمهورية ليست له هناك ضغوط عليه من قبل أحزاب أو من قبل كتل أو من قبل طوائف، إنما رئيس جمهورية هو الرئيس الممثل للعراق كأجمع. عندما قال إذا كانت الكتل أو الأحزاب تقوم بالضغط على رئيس الجمهورية سوف أقدم استقالتي، هذا عين الصواب وأنه رئيس مستقل. فيما وجد آخرون أن توقيت هذه الخطوة غير ملائم وسيحدث فوضى عارمة العراقيون بغنى عنها. رئيس برهم صالح بالنسبة للاستقالة مالته أنا أعتقد أنه هي رفض للأحزاب تسمية رئيس وزراء، هنا أكيد يفكر مطالب الجماهير ومطالب الناس اللي ظاهرت صارها 3 أشهر. فإحنا نقول إن شاء الله تبشر بخير، إن شاء الله يصير الحال يعني من الأسوأ إلى الجيد، بس أعتقد إنه هاي الخطوة راح تزيد يعني الصعوبات، راح تزيد من الوضع يعني تأزم الوضع أكثر، لأن إذا أنت عندك رئيس وزراء قدم استقالة ورئيس الجمهورية قدم استقالة، فإذا راح يعني تكون الحكومة يعني مو بس انتقالية، يعني راح تصير فوضى. انا اعتقد راح تصير فوضى ضد قرار من تقديم رئيس الجمهوريه للاستقاله، لان تقريبا رئيس الجمهوريه باي دوله معترف بها هو السلطه الاكبر تقريبا حاليا، هو اللي يحكم البلد بهاي الفتره، فانت غير مقبول منك انه تقدم الاستقاله، لان انت بيدك السلطه، انت اللي تخلي مو الاحزاب اللي تقول لك او على مصالح سياسيه له، هاي انت القرار بيدك، تشوف استفتاء الشعب. ويأتي استعداد رئيس الجمهورية وضع استقالته أمام البرلمان بعد رفضه تسمية أسعد العيداني مرشح تحالف البناء. وكان الرئيس صالح قد ذكر في بيان أصدره عقب الاستقالة أن هذا الموقف المتحفظ من الترشيح الحالي قد يعد إخلالا بنص دستوري، لذلك أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا. يقينا لا خير يرتجى في موقع أو منصب لا يكون في خدمة الناس وضامنا لحقوقهم.